تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي حبه كل اثنين، ثاني يوم الأسبوع. إن شاء الله كان هذا الأسبوع بدايته أمس كان بداية أسبوع جميلة وإيجابية وموفقة، وكلنا نبتدي أهم شيء بالتوكل على الله طبعا دائما، وثاني شيء بروح إيجابية وابتسامة عريضة عشان يمشي الأسبوع نفس ما إحنا نحب. منه بقانون الجذب يا جماعة، اللي هو شو؟ اللي هو لما أنت تبتدي أسبوعك أو يومك وأنت مكشر وتقول أوف اليوم بيكون هالأسبوع، مو نستخدم إحنا محنان هالمصطلحات، هالأسبوع بيكون أخس أسبوع، هالأسبوع بيكون أصعب أسبوع. ليش؟ والله أنا عندي شغلة معينة في نص الأسبوع في الدوام لازم أسويها، أو مطلوب مني شيء معين. سبحان الله تلاقي كل الأسبوع يمشي عندك وانت ما حسيت فيه غير ان انت طول الوقت متضايق وتحس ان انت ما انجز، وحتى الشغله اللي انت خايف منها تسوء. بينما نبتدي باسبوعنا ونقول لا ان شاء الله بيكون اسبوع جميل، بيكون هذا ان شاء الله احسن اسبوع، الشغله اللي عندي بسويها ان شاء الله باحسن طريقه، سبحان الله بقدره الله تلاقي هذا الامر تيسر ولا كنت خايف منه ما يصير. هذه رسالة إيجابية بسيطة في بداية برنامجكم، برنامج صحة وسعادة، البرنامج اللي قدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. معاي اليوم في الإخراج أبو نوح، أيمن سرحي صباحك ورد، ومعاي اليوم في التنسيق، والله معطيني اليوم بعد طاقم إضافي للتنسيق، معطيني أبو سيف يقول لي دكتور حابة أساعدك وأنسق معك البرنامج لأن أنت برنامجك عايبني وشي. معاي نجاة اليوم في التنسيق، يعطيني العافية أبو سيف. وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، إن شاء الله بنكون معاكم تقريبا على مدى ساعة الهواء، إن شاء الله نكون خفاف عليكم، ناخذ آراءكم، ناخذ ملاحظاتكم، ناخذ خلينا نقول شكاويكم، أي اقتراح عندكم تحسوه ممكن يحسن من القطاع الطبي في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام، فتواصلوا معنا على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. رح نروح أولا إلى فقرة السوشيال ميديا، مثل ما تعودنا دائما نشوف شو هو جديد وما هي أحدث الأخبار في السوشيال ميديا مع أسماء الجناحي. صباحك ورد يا أسماء. صباحكم نور سرور دكتورة عليك وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. والله النور والسرور دخل الاستوديو من سمعنا صوتك وتفاؤل اللي في صوتك يا أسماء. الله يحفظك إن شاء الله يحفظ دكتورة. ناخذ جولة من الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي. أمس كان عندنا نشرة لاقت تفاعل جدا كبير في قنواتنا، أكثر من يعني إمبريشن، أكثر من 1000-2000 إمبريشن على الأشياء اللي نزلناها. كانت التقنية الجديدة اللي تم استحداثها في مستشفى راشد، وهي لعلاج القاف الدماغية بالذكاء الاصطناعي. العملية هاي اللي كانت فحوصات ممكن تاخذ ساعة صارت الحين فقط في أقل من دقيقتين، ما شاء الله ممتاز. يعني وفر بشكل كبير خصوصا اللي يصير لهم جلطات دماغية، كل ما كان تدخل أسرع كل ما كان أفضل. فهذا الجهاز الحين يتم استخدامه من عدة شهور تطبيقه، وفعلا ردت يعني النتائج جدا مبهرة في هذا. فأيضا الناس وايد كانوا متفاعلين وعجبهم هذا النوع من تطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة. أيضا اليوم إن شاء الله راح يكون في لقاء مباشر مع المختصين للتحدث عن الصحة النفسية، فاللي عنده أي سؤال حاب يسأله في برنامج صحتك لايف بنكون مباشر على حساب هيئة الصحة بدبي وحساب برق الإمارات وبرق الصحة. أيضا اليوم يوم الاثنين مع كل اثنين في صحيفة الجلف نيوز الإنجليزية، هناك ملحق صحي إنجليزي في الكثير من المواضيع اللي تهم الأشخاص، الرياضة اللي المفروض يسوونها أسبوعيا، التغذية، الأشياء اللي راح تفيدهم، آخر التطورات الصحية. فإذا اشتروا اليوم الجلف نيوز يشوفون الملحق الصحي اللي هو اسم بيتر هيلث. ونختمها برسالة الصباحية وهي لا تكن رافضا للأفكار محبطا لمن حولك،
ولكن كن مفكرا واسأل كيف يمكن لتلك الفكرة أن تتحقق وما هي نتائجها. المشكلة أن دائما في أشخاص دائما يرفضون، لكن يا طويل العمر خف شوية، اسمع وشوف كيف ممكن تطبقها، حتى لو حسيت أن فكرة مش جيدة، صحيح، لكن حاول أن تشوف وين بتلاقي لها مكان. ممكن فعلا تكون فكرة بسيطة لكن أثرها جدا كبير، مو بلازم يكون وايد واو، لكن بالضبط. ممكن شيء بسيط يكون يسبب ضجة أكبر من الأشياء العظيمة اللي تأخذ فيها فترة طويلة عشان تسويها. صحيح. ودمتم بصحة وسعادة. وانتي بصحة وسعادة يا أسمى حبيبتي، شكرا لك ونهارك سعيد. مثل ما قالت أسمى، في بعض الناس ما يحبون التغيير، هذول معادين للتغيير. من تعطيهم فكرة فيها شوية تغيير يقولك لا 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 ما بتنفع، ليش؟ والله فلان جرب، والله فلتان جرب وما نجح وما استوى. يا جماعة يجب أن لا نتعود أن ما نقفز للنتائج قبل ما نحاول، وأحيانا نقفز النتائج قبل ما نفهم الفكرة. في ناس ما تتعب عمرها تفهم الفكرة قبل ما ترفضها. فلا تكونون سلبيين، لا تكونون أنتوا اللي يقول لا. ليش؟ في أفكار عالمية، ترى لما قال صاحبها هذه الفكرة ناس قالوا لا ما بتنجح ومستحيل ولا غيرك جرب. ولما وصل هذا الإنسان للعالمية وربح من وراء أفكاره ملايين، نفس هالناس يعضون مثل ما يقولون أصابع الندم، لأن هم رفضوا الفكرة. وهذا الشخص صاحب الفكرة لين حين يتذكر اللي وقفوا معاه ولا وقفوا ضده. فإذا الفكرة مو بعاجبتنكم أبدا لا ترفضونها، قولوا ممكن والله تكون زينة، ليش ما تحاول؟ لا تأيدونها 100% إذا أنتوا رافضين الفكرة لأي سبب من الأسباب، ولكن لا تعرضونها تماما، كونوا وضع المحايد، والله زين ممكن تجرب. إذا عيبتكم الفكرة قدموا الدعم، دائما كونوا أشخاص داعمين إيجابيين. عشان نتكلم عن الإيجابية رح نروح لفقرة التغذية. رح نتكلم عن قلة النوم وعلاقتها بزيادة الوزن. يا ترى الناس اللي ما تحصل على كفايتها من النوم هل يزيد وزنها وليش؟ بيكون معنا أخصائية التغذية الأستاذة ريهام أحمد، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد يا ريهام. صباح الخير دكتورة ندى، وصباح الخير للمستمعين جميعا. أهلا فيك، خبرينا شو هي العلاقة بين قلة النوم وزيادة الوزن؟ صحيح، هو مؤخرا ظهرت بعض الدراسات وجدت أنه في علاقة ترتبط بين قلة النوم وعدم الحصول على ساعات كافية من النوم مع زيادة الوزن. صحيح. كيف تفسرت هذه النتائج؟ وجد الباحثين أنه إذا الإنسان ما أخذ كفايته من النوم وما حصل على ساعات نوم كفاية بيصير في عدم توازن في الهرمونات المسؤولة عن الشبع والجوع في الجسم. بمعنى أنه في نحن هرمونين، واحد اسمه الليبتين والثاني الجريلين. الليبتين هو اللي بيعطينا الإحساس بالشبع. نعم. الجريلين العكس هو اللي بيعطينا الإحساس بالجوع، بحاسة الشهية. فعند عدم الحصول على ساعات كافية من النوم بيصير في عدم توازن في هالهرمونين، فبيقل إفراز الهرمون الأول اللي هو الليبتين، فبيزيد عندي الإحساس بالجوع أكثر، وبيزيد هرمون الجريلين فبتزيد الشهية وبيحفز الشهية أكثر، فبيصير في عدم توازن بين هاي الهرمونات في الجسم. ايضا بتزيد، يعني ممكن يكون الانسان عرضه للاصابه بمرض السكر من النوع الثاني بعض الاشخاص اللي يعني بتترافق مع زياده الوزن، لانه بتزيد اللي بسموها الانسولين توليرنس، او اللي هي عفوا بتقل الانسولين، بتصير عندنا انسولين انتوليرنس، يعني خلايا الجسم بتقل حساسيتها. هرمون الانسولين زي ما بنعرف بنفرز من البنكرياس، اللي بيساعد خلايا الجسم على أنها تستفيد من السكر اللي في الدم حتى تحصل على الطاقة. فلما ما نوصل لعدد ساعات كافية من النوم بتقل حساسية هاي الخلايا، فما بيتم تصريف السكر بالصورة الصحيحة، وبتزيد كمية أيضا الدهون في الجسم. فمن هالمنطلق ممكن الإنسان يصير عرضة للإصابة بالسكر أو كمان زيادة الوزن. لاحظوا أيضا في معدلات الأيض عند الناس اللي بتكون ساعات نومهم غير كافية بتكون أقل وأبطأ من الناس اللي بتنام لساعات نوم أكثر. في عندنا شيء بنسميه ريستينج ميتابوليك ريت، اللي هو عدد الساعات اللي جسمي بيحتاجها أو بيستهلكها في فترات الراحة. فوجدوا أنه بقل عند الناس اللي ما بتنام لفترات نوم كفاية، فبالتالي بتقل معدلات الأيض والتمثيل الغذائي عندهم. أيضا لما الإنسان ما بياخد يعني بصورة طبيعية، لما ما بحصل على عدد ساعات كافية من النوم
هذا بيؤدي إلى إني أحس بالخمول وبالتعب وبالإرهاق وبالإجهاد، فبتكون يعني خيارات الغذائية بصورة عامة غير صحية. صحيح. يعني بلجأ ممكن للجنك فود، للشغلات الغير صحية العالية بالسعرات الحرارية وبالدهون. صحيح. لما بكون أنا ما أخذ كفاية من النوم بتكون خياراتي صحيحة، لأنه بيكون تركيزي أكثر. أيضا ممارسة الرياضة، يعني الإنسان يكون تعبان ومجهد ومرهق ثاني يوم ما حيمارس مثلا نشاط بدني، فكل هالعوامل ممكن يساعد على زيادة الوزن. صحيح. فما شاء الله يعني زيادة الوزن مو مرتبطة فقط بالأكل وغيره، ولكن حتى النوم يأثر على أن الإنسان يزيد وزنه بسبب اللي تفضلتي فيه أستاذة ريهام، اللي هو العادات الغذائية عنده تتغير، المجهود يكون عنده أقل، التعب وغيره. شكرا لك أستاذة ريهام. أحمد أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي. العفو. شكرا لك، نهارك سعيد وإن شاء الله دائما بصحة وسعادة إن شاء الله. إن شاء الله دائما. شكرا. تسلمي. شكرا جزيلا. مع السلامة. مثل ما تفضلت أستاذة ريهام، إحنا دائما في صحة وسعادة نركز على موضوع أهمية النوم. إحنا نطلع إن شاء الله فاصل، وبعد ما نخلص مع ضيوفنا راح أرجع لكم موضوع النوم هذا، وحتى دراستي مالت اليوم مرتبطة بالنوم. بس حاب أذكركم أولا إن قطاع الرعاية الصحية الأولية ترى طبقوا نظام المواعيد في عيادات طب الأسرة. اللي حاب يحصل على خدمة طب الأسرة يشوف يعني طبيب العام مثل ما تسمونه، لازم يحجز موعد عن طريق الكول سنتر 800-342 عشان يقل زمن الانتظار. فحرصوا جميعا أنكم أنتوا تخبرون أهلكم وربعكم إن في مواعيد في عيادات طب الأسرة، ولازم نحجز قبل ما نسير. رح نطلع الحين إن شاء الله فاصل، وبعد الفاصل نواصل صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 6005514414 ورسائل النصية على 4006. مثل ما كانت فقرتنا التغذوية تتكلم عن أثر قلة النوم على زيادة الوزن، الحين نتكلم عن أثر كثرة النوم اللي قد تسبب أمراضا لا علاج لها. ربطت قائمة طويلة من الدراسات التي أجريت في السنوات الأخيرة مرض الزهايمر بنقص النوم، لكن دراسة حديثة وجدت أيضا أن كثرة النوم ترتبط بخطر مرض سرقة الذاكرة. وجد الباحثون الذين ينامون لمدة تسع ساعات أو أكثر في الليلة أظهروا انخفاضا كبيرا في مهارات الذاكرة واللغة، وهي علامات مبكرة للخرف اللي ينامون تسع ساعات أو أكثر. كما أن أولئك الذين ينامون أقل من ست ساعات معرضين للخطر أيضا، ما يجعل الباحثين يؤكدون أن عدد ساعات النوم المناسبة تتراوح بين 7 إلى 8 ساعات. نظر الفريق من مدرسة ميلر في ميامي على مدار 7 سنوات في بيانات 5247 مشاركا ذوي أصول إسبانية تتراوح أعمارهم بين 45 و 75 عاما من عدة مناطق في شيكاغو، ميامي، وسان دييغو، وبرونكس في مدينة نيويورك. وتوصل الباحثون إلى أن مهارات التعلم لدى المشاركين الذين ناموا لمدة 9 ساعات في المتوسط كل ليلة، هالمهارات مال هالناس انخفضت بنسبة 22% بعد 7 سنوات من بدء الدراسة. يعني دراسة طويلة، دائما راح نعتمد دراسات اللي تكون متابعة الناس المشمولين في الدراسة لفترة طويلة. فتابعوهم 7 سنوات، لقوا عندهم انخفاض بنسبة 22% في مهارات التعلم. انخفضت طلاقة الكلام لديهم بنسبة 20%، وانخفضت الذاكرة لديهم بنسبة 13%. يشير الباحثون إلى أن كثرة النوم مرتبطة بآفات في الدماغ تعرف باسم فرط كثافة المادة البيضاء، وهو ما يزيد من خطر التراجع المعرفي والخرف والسكتة الدماغية. ويعتقدون أن هذه الآفات ناتجة عن انخفاض تدفق الدم إلى المخ. في مثل إماراتي دائما احنا نقول، أمهاتنا دائما يقولون إياه، اللي يزيد عن حده ينقلب ضده، حتى اسم الجراحي دائما تقول لكم إياه. أي شيء يزيد عن الحد المسموح به أو الحد الموصى به طبيعي رح يكون له آثار. لما إحنا ننصح الواحد أنه يلتزم بعد ساعات معينة يحصل على نوم كافي، إنه ما يكون نايم، في ناس الله يحفظهم بتنام 12 ساعة في اليوم مثلا متواصل في الليل، يعني
هذا يكون مبني على دراسات. دائما لما احنا نعطي مثال على ابهاتنا واجدادنا الله يحفظهم والله يرحم المتوفين منهم، لما يقولكم كانوا ينامون بعد صلاة العشاء من الظلم الدنيا ينامون يشون 4 الفجر، كان معدل نوم تقريبا 7 إلى 8 ساعات، ما كانوا ينامون أكثر عن شيء، كانوا دائما ينامون مبكرا ودائما يصحوا مبكرا، وبالتالي كانت صحتهم ممتازة. ونلاقي ما شاء الله الكثير منهم الله يعطيهم الصحة وطول العمر موجودين إلى الآن، حتى وايد منهم اللي احنا يقدرون يمشون ويتحركون ويسيرون ويردون، عكس الجيل يا بعد هذا الجيل اللي تعود انهم يسهر طول الليل وينام طول النهار. تلاقيهم في عمر 40 أو 45 يجون العيادات عندهم ضغط وعندهم سكر وعندهم كوليسترول وركبهم متعورهم ومفاصلهم ما تساعدهم وما قدروا يمارسون رياضه، وفي بعضهم يمكن سوى تبديل ركب وفي بعضهم ممكن. فهذا كله بسبب نمط الحياه اللي احنا نتبعه. وايد من الناس تفكر نمط الحياه بس ان الاكل، ان انا لازم اكل صحي واكل زين وخلاص، اي شيء ثاني مو مهم. كلها عباره عن عوامل، كل عامل من عوامل الحياه اليوميه احنا نسويها عباره عن استثمار. تعرفون نفس البيزات اللي تدخل في الاي تي ام نسوون ايداع في البنك، نفس الطريقه اكلك عباره عن ايداع، ممارسك الرياضه عباره عن ايداع، النوم عباره عن ايداع، حتى طاقتك الايجابيه وطريقه تفكيرك اليوميه عباره عن ايداع، انت تودع في بنك الصحه الخاص فيك انت. كثير من المعمرين لما سألوهم قالوا لهم أنتوا كيف عمرتوا لهالعمر؟ شو يكون جوابهم؟ يقول أنا عمري ما حقدت على حد، وعمري ودائما أنام من وقت وأرقد، أنام من وقت وأنش من وقت وأحافظ على الوجبات. معظمهم يقول لك هذا الجواب. ليش؟ لأن هذا هو الاستثمار الحقيقي عندهم في الحياة، في حياتهم، في صحتهم، عشان إحنا ما بنعيش طول عمرنا في مرحلة الشباب وجسمنا قادر عن الإنتاج وقادر أن يكون بقوته وصحته. في مرحلة رح نصل إليها الجسم رح يتعب، رح يحتاج يسحب من اللي خزناه ولا أودعناه في بنك الصحة على مدى السنوات ترى. فعشان شي دائما إحنا نقول استثمروا في صحتكم، استثمروا اللي بعدين لما تحصل على كفاتك من النوم الحين وتاخذ وجبات متوازنة وتحاول تمارس المشي الرياضة اللي تقدر عليه، فأنت تستثمر في حياتك وفي صحتك للمدى البعيد. خصوصا الآن صارت الدراسات وصار الطب والعلم يركز وايد على أن الشخص يعيش بصحة أفضل لمدة أطول. قبل ما كان فيها التركيز لأن الناس أصلا ما كانت تقدر تعيش لأعمار طويلة بسبب الأمراض الآفات اللي كانت منتشرة. لكن الحين مع التطعيم ومع تحسن الصحة العامة ومع توفر خدمات الوقائية، فالناس صارت تعيش لمدة أطول. صرنا نشوف ناس عادي توصل 70 و80 و90، تصل هالمراحل من العمر. فالهدف ما دمنا أن احنا نطول عمر الإنسان لازم يعني يطول عمره وهو بصحته، ما يطول عمره هو طريح الفراش أو كل مفاصلة مبدلنها وما يقدر يتحرك وما يقدر يسير وما يقدر. هذا يكون بالنسبة للإنسان عبارة عن عذاب. لكن لما يوصل للعمر اللي الله كاتب له 90 80، أو شيء طبعا بفضل من الله أولا، بعدين بفضل الخدمات الوقائية الموجودة والعلاج وتطور الطب وغيره، فنحن نبغى أنه يوصل في أفضل شكل ويعتمد على نفسه على الأقل 80%، ممكن يحتاج مساعدة في 20%، لكن 80% يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي عشان يعيش بسعادة. فأنا أتكلم الحين لما أقول لكم دائما الإيجابية والسعادة، وبدأت البرنامج وقلت لكم طاقة الجذب وفكروا بالإيجابية. في كثير من الناس يمكن ما تتوقع تأثير التفكير السلبي على صحتها. التفكير السلبي معناه تفكير في المشاكل والتوتر والغضب والزعل، خصوصا نشوف وايد من الناس الحين هذا مع مثلا زحمه في الشارع، التاسكات في الدوام، ضغوط المدارس، المصاريف وغيره وغيره، تلاقون الناس دائما تفكيرها يحيد عن الايجابيه الى السلبيه. فانا دائما اركز ان لا تنجرفون ناحيه السلبيه. ليش؟ كطبيبه اسره مروا علي كثير من المرضى اللي هم مرضى يأتون بأعراض عضوية، عوار بطن، عوار ظهر مزمن، صداع ما له حل، ما له علاج، أعراض غريبة ما لها تفسير، تكرموا مرة إسهال، مرة إمساك، مرة صداع، مرة عوار في العين، مرة يحس ما يقدر يشوف. ولما نسوي لهم كل الفحوصات نكتشف أن هذا الشخص ما في سبب عضوي. فلما نتجه للجانب النفسي فنلاحظ هالإنسان يعيش حياته معظمها في الذبذبات السلبية هاي بالتفكير السلبي. شو يسوي فينا التفكير السلبي؟ التفكير السلبي مثل ياكلنا من الداخل،
يخلي جسمك لما تفكر طول الوقت تفكر في الزحمه اللي بتواجهك وانت راد من الدوام، الزحمه مالت الصبح، المدير مالك اللي يبان من عندك يسوي شيء، الموظف اللي عندك اللي ممكن يكون مثل ما احنا نقول بالعاميه عال قلبك، او المدرسه طالبه شيء مني وما عندي بيزات ادفع حق المدرسه. كل هذه موجوده في حياه كل الناس، لكن احنا نقرر كيف نتعامل معها. ما في شيء اسمه انا ما اقدر اتحكم باعصابي، ما اقدر امنع تفكيري. لازم احنا يكون عندنا هالنوع من الرقي، ان انا اتحكم بالذبذبات السلبيه تطلع من عندي انا بمخي، انا وين يفكر. ليش؟ لان لما احنا نتم في الدائره السلبيه شو اللي يستوي؟ هذه الذبذبات السلبيه تطلع من عقلي، تعطي جسمي دائما احساس ان هناك توتر. الجسم دائما يحس ان في حاله تاهب. حاله التاهب تعرفون دائما اطرح مثال ابسط مثال، لما تكونوا في غابه ويطلع لكم الاسد شو يستوي مخكم؟ يطلق جهاز انذار ان في توتر، في حاله تاهب، ان لازم احنا نشرد، لازم احنا نركض باسرع ما نقدر. الجسم كله يتاهب. فلما انتم تتموا في حاله في دائره التوتر هذه، الذبذبات السلبيه هذه ترفع لكم ضغط الدم. او انا بكمل لكم ترى، بس المخرج يقول لي للدكتوره الفاصل دقيقه بس يا ايمن عشان اقول لهم انت هي الطاقه السلبيه، يخليكم ضغط دمكم مرتفع دائما، يخلي أعضاءكم مو مرتاحة لأن هناك توتر دائما موجود. كل شخص يقدر يتخلص من التوتر بطريقته، يعني ممكن إنه يحتاج مثلا يمشي على البحر، أحيانا ما يحتاج نسير ولا مكان، يحتاج نقعد نصفي ذهننا من الأفكار السلبية عشان نستثمر في صحتنا. ترى هذه واحدة الطرق للاستثمار في صحتنا لما تفكر أنت بطريقة إيجابية. أنا هطلع إن شاء الله فاصل، وإذا في وقت قبل نهاية البرنامج نرد ندردش عن هالموضوع، بس الحين هطلع فاصل. بعد الفاصل إن شاء الله نتكلم عن موضوع آخر جميل، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 6005514114 والرسائل النصية على 4006. مثل ما كلنا يعرف أن شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، وهيئة الصحة بتبي تولي عمليات مكافحة أمراض السرطان وسرطان الثدي على وجه التحديد جل اهتمامها، وتحرص الهيئة على تحديث منظومة الوقاية من هذا المرض عن طريق طبعا الحملات التوعوية والتحفيز على الكشف المبكر. إلى جانب ذلك تواصل الهيئة جهودها لنشر المعلومات والبيانات الموثوقة عن المرض من خلال حملات تثقيفية أخرى. طبعا دائما الوقاية خير من علاج، فاحنا دائما نركز على الحملات التوعوية التثقيفية عشان يكون عندنا وعي كافي بما هي هذه الأمراض. حول هذه الجهود وما تقوم به هيئة الصحة في دبي من حملات لتنمية الوعي المجتمعي بمخاطر سرطان الثدي، يدور اليوم حديثنا مع الأستاذة فاطمة الصايغ اختصاصي التثقيف الصحي في إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد أستاذة فاطمة. يا صباح الخير والهنا، مرحبا على الدكتورة ندى. أهلا فيك، حياك الله في صحة وسعادة. الله يسلمك، الله يحييك حبيبتي. إن شاء الله تفضل يا سيدة فاطمة. بداية عزيزتي يسعدني أني أرحب بالمستمعين الكرام، ومثل ما تفضلتي دكتورة فإن هيئة الصحة بدبي متمثلة بإدارة حماية الصحة العامة تنظم حملة الأمن سنويا، واللي تأتي في سياق البرامج والفعاليات اللي تنتشر حول العالم خلال شهر أكتوبر المعروف دوليا بأنه شهر التوعية بسرطان الثدي. يأتي هذا العام تحت شعار صحتك أغلى افحصي اليوم، ليستهدف تنمية الوعي بحقائق المرض وأسبابه وطرق الوقاية منه، أساليب تشخيصه وعلاجه والتعافي منه، إلى جانب أن احنا نقدم معلومات والدعم للأخوات المصابات. تبرز أهمية هذا الحدث أنه يأتي ضمن الجهود اللي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لتعزيز الجانب الوقائي مثل ما قلت دكتورة ندى لدى أفراد المجتمع عامة، ورفع وتعزيز الوعي العام حول صحة المرأة خاصة، وتوعية النساء بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي اللي يساهم حاليا في رفع نسبة الشفاء إلى حوالي 99%، وذلك بعمل أشياء نقاط بسيطة مثل الفحص السريري للثدي مرة سنويا تجريه الطبيبة، الفحص الذاتي للثدي مرة شهريا للمريضة أو الشخص نفسه، التصوير الإشعاعي الماموغرام كل سنة اعتبارا من سن 45، في حال وجود عوامل خطر للإصابة يجب إجراء الماموغرام والأشعة المقطعية قبل ذلك.
تستطيع السيدة مراجعة أقرب مركز صحي لمكان السكن لأخذ استشارة طبيبة العائلة، ومن ثم تحديد الموعد المناسب للماموغرام في عيادات هيئة الصحة مثل مركز المراكز الصحية، مثل مركز بلد الحمر، مركز البرشة، مركز المزهى أو مستشفى البيت. كما أن هذه الحملة تتوافق مع الجهود الأخرى المحلية في هذا المجال مثل جهود القافلة الوردية وغيرها. تضم الحملة العديد من الأنشطة والفعاليات اللي يتم تنظيمها للموظفات في المؤسسات الحكومية والخاصة بدبي، حيث تسهم في تحقيق مرة ثانية أهداف الوقاية والكشف المبكر. السنة عندنا جولة على مؤسسات وهيئات حكومة دبي مثل دبي الذكية، المركز الثقافي، جامعات مثل جامعة زايد، جامعة الوطن، التقنية، دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وغيرها العديد. وهناك في اختتام هذا الشهر، شهر التوعية بسرطان الثدي، احتفال يسميه حملة الأمل 2019 السنة، يتم تنظيمه في نادي زعبين للسيدات، حيث يتم دعوة ما يقارب من 300 موظفة من قطاعين الحكومي والخاص بدبي للمشاركة والاستفادة من مختلف الأنشطة. من ضمن النشاطات في هذا اليوم يتم في جلسة حوارية مشاركة الأخصائيين والاستشاريين ذوي الاهتمام بالتوعية بسرطان الثدي، بالإضافة إلى مريضة ناجية من المرض تحكي لنا رحلتها مع المرض. ستكون هناك محطات توعية يتم من خلالها تقديم استشارات التثقيفية وتدريب السيدات على الفحص الذاتي وإجراء الفحص لمن يرغب، والتشجيع على تبني أنماط الحياة الصحية كعامل أساسي للوقاية من المرض، اللي منها التغذية السليمة، ممارسة الرياضة بانتظام، تجنب التدخين، التخلص من التوتر النفسي. كما أن الرضاعة الطبيعية دورها الفعال في الوقاية من المرض. لا تخلو الأنشطة الرياضية والترفيهية في هذا اليوم كحصة لتمارين التأمل والاسترخاء تساعد على التقليل من آثار السلبية الناجمة من الضغوطات النفسية، وكذلك فعاليات أخرى كالمسابقات وجولات تنافسية للفوز بالجوائز. من هنا ندعو الأخوات في الهيئات والدوائر الحكومية للانضمام لحملة الأمل والمشاركة معنا بتاريخ 31 أكتوبر والاستفادة من فعالياتنا، حيث سيتم إرسال دعوات الحضور إلكترونيا لمختلف الهيئات الحكومية. هذا كل ما لدي اليوم دكتورة ندى. شكرا لك أستاذة فاطمة. فالمستمعات وين يقدرون يشوفون الفعاليات المختلفة الموجودة عندكم في الحملات خلال هذا الشهر؟ عندنا حبيبتي موجود الحملات تكون في الدوائر الحكومية، احنا المسقين مع مختلف الدوائر الحكومية نسير عندهم ونوفر لهم كل مختلف الفعاليات، وبالإضافة لتاريخ 31 أكتوبر بيكون عندنا احتفال كبير اللي بندعو فيه كل الموظفات من القطاع الحكومي والخاص في هذا اليوم، يوم كامل في كل الفعاليات من استشارات تثقيفية، من فحص على تدريب على الفحص الذاتي، من عمل أصلاً اللي من يرغب، ومختلف الأنشطة الترفيهية وحصة التأمل والاسترخاء. ممتاز. نادي زعبي للسيدات. ممتاز. فما في موقع معين أو رقم تليفون يتواصلون معاه إذا حابين يشاركون في أي من الفعاليات؟ بنوفر لك إن شاء الله. إن شاء الله. ممتاز. من عنا وهو نحن تبع إدارتنا وقسم التعزيز والتثقيف الصحي إن شاء الله. ممتاز. أستاذة فاطمة، شو الحملات التثقيفية الأخرى اللي تسوونها غير عن حملات توعية بسرطان الثدي؟ والله نحن نحتفل تقريبا معظم الأيام العالمية الصحية، يوم الصحة العالمي، يوم القلب، يوم السكري، يوم وعندنا حملة خاصة نسميها حملة أنماط الحياة الصحية نوفرها للجميع، اللي فيها مثل ما قلنا التغذية السليمة، ممارسة الرياضة، نشجع كله على تبني أنماط الحياة الصحية كوقاية من كل الأمراض، تجنب التدخين والتخلص من التوترات النفسية، كل هالأمور هاي أيام أو الرضاعة الطبيعية وغيرها، مختلف أيام العالمية نحتفل فيها ونصير هيئات خاصة وحكومية في كل مكان. ممتاز. شاكرا لك أستاذة فاطمة الصايغ أخصائي التثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي، هذه المداخلة، يعطيكم ألف عافية ونهارك سعيد. الله يعافيك، الله يحفظك دكتورة وتسلمين. شكرا. إلى لقاء قريب. شكرا إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة.
مثل ما قلنا أن شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، يسمونه الشهر الوردي، حيث يعني تقول تستنفر كل الهيئات وكل المؤسسات لتوعية النساء بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي. ليش نركز على سرطان الثدي؟ لأنه للأسف لين اليوم ومع تطور العلم والعلاجات المختلفة والتشخيص المبكر، لا يزال سرطان الثدي أحد أكثر سرطانات فتكاً بالنساء حول العالم. السبب الأول في هذا هو عدم الكشف المبكر عن سرطان الثدي. إحنا النساء أحياناً مع نمط حياتنا نحن دائماً نركز على بيتنا وعلى عيالنا وعلى عملنا وعلى أزواجنا وعلى صحة الأسرة كلها، يعني صحة أمك وأختك ومرت أخوك وعيالك وريلك. فأحيانا ننسى نفسنا في وسط هذه الدوامة، ما نهتم بصحتنا، ما نفكر نسوي الفحص الذاتي للثدي، ما نفكر نشوف طبيبة في حال ظهور أي أعراض وحتى قبل ظهور أي أعراض. نلاقي إحنا كثير من الأمهات يجون العيادة الله يحفظهم مع عيالهم، لما تشوفين في النظام أو في السلامة تكتشفين الأم نفسها مو بيها حق نفسها عشان كزيارة لها من زمان، ولما نسألها نقول لها زي ترى أنت ما هي من زمان، لازم تسوين فحص عنق الرحم، فحص الكشف مبكر على الثدي، على سرطان الثدي. لا لا دكتورة أنا بخلصهم، هم أهم شيء هم يكونون بخير، أنا باي مرة ثانية. طبعا بالعادة الأم تدخل في الدوامة مرة ثانية مع المدارس ومع التوصيل ومع المسؤوليات الحياة وتنسى نفسها مرة أخرى. هذه رسالة لكل النساء اللي يسمعون اليوم، إذا كنتي من عمر 40 فما فوق لازم تقومين بالفحص المبكر لسرطان الثدي. ليش؟ كثير من النساء عندهم فكرة مغلوطة إن لا سمح الله لو ياني سرطان الثدي أكيد بعرف. كيف بتعرفين؟ لا أكيد بيطلع علي، بيطلع عرض معين، ورمة كبيرة، تغير كبير. لا، سرطان الثدي لما يبتدي صغير ما تكتشفينه بالعادة إلا بالكشف المبكر، لما أنت تسوين الفحص الذاتي للثدي. كثير من الناس ما تعرف، الحين الحمد لله الطب موجود والتكنولوجيا موجودة، ممكن نفتح الانترنت ونكتب كيفية عمل الفحص الذاتي للثدي في المنزل. لازم يتسوى بشكل شهري نحن النساء، ولازم يتسوى عند الطبيبة، طبيبة الأسرة في العيادة، يتسوى على الأقل مرة سنويا. منو فينا راحت العيادة قبل بس عشان تسوي هذا الفحص عند الدكتورة؟ أتوقع أن بيكون أقل من 10% من النساء. ليش؟ تقول لك والله أنا ما عندي وقت، اليهال في البيت والدوام يباني ولازم أجيب أمي ولازم أودي أختي، وأنتي لم تهتمي بصحتك وسط هذه الدوامة كلها. ففحص سرطان، فحص الكشف المبكر سرطان الثدي، عكس ما تتوقع كثير من النساء أنه فحص مزعج ومؤلم وأنا ما بصير أسويه. فعلا قبل الجهاز القبلاني اللي كان موجود كان مزعج شوي في الاستخدام، لكن الآن صار وايد أريح في الاستخدام من الأجهزة اللي قبل. بالتالي وبعدين هالفحص سوينا مرة سنويا، ف ما يعني مو شيء اللي مسوينه يوميا او اسبوعيا او حتى شهريا. فهذه نصيحه لجميع النساء اللي يسمعونا اليوم، تكتي عمرك 40 سنه لازم تشوفين طبيبه الاسره وتسالينها عن الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي، ويمشي معاه وانا ارد اشدد عليه فحص مسحه عنق الرحم. عنق الرحم ايضا من السرطانات اللي تفتك بالنساء حول العالم، ونحن ما نعطيه اهتمام كافي. دائما سرطان الثدي هو اللي عليه مثل يقول العين دائما، لكن سرطان عنق الرحم ايضا موجود، وكثير من النساء تموت منه او تفقد الرحم بسببه. فهذه ايضا واحده من المسوحات المهمه احنا نسويها. خلي كل امراه يكون عندها طبيبه اسره تثق فيها، خصوصا الحين مع وجود نظام المواعيد في عيادات طب الاسره صار اسهل علينا نحن ان نحن نتابع حالتنا مع نفس الطبيب، لأن الطبيب الحين صار عنده مواعيد، قبل ما كان عنده مواعيد، بالتالي أنه أسير العيادة أحصله ولا ما أحصله هذا يعتمد على حسب دوامه. لكن الآن ممكن تقولي للطبيبة أنزل أنا بتابع معك مثلا عقب شهر أقدر أحجز موعد معك، تقولي شيء والله عقب شهر مثلا بيكون دوام مثلا الصبح أو المساء.
فيستوي المتابعة أفضل. فحنا بهذه الثقافة تكون موجودة، خصص يوم لنفسك في الشهر أو كل شهرين لفحوصاتك أنت، تروحين للدكتورة تسألين عن ما يشغل بالك أنت، بدل ما تأخذين المعلومات من الإنترنت، معلومة تكون طبية غير صحيحة أو من ربيعتك أو من زميلتك في العمل، وكلها كلها 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 يعني عبارة عن بالعامية احنا نقول خراريف، كلام لا يمط بصلة، لا يمط للعلم بصلة. بقول لكم موقف السؤالي قبل كم من يوم، أنا يعني أنا واحدة لما أدخل مواقع التواصل الاجتماعي وايد أحط هدفي إن أنا أرد على المعلومات الطبية المغلوطة. يعني دائما أنا حتى عن نفسي لو حد سألني عن شيء إذا أنا مو متأكدة منه طبيا أفضل ما أجاوب ولا أعطي شيء غلط، لأن الغلط صعب عقب الصحيحة. فدخلت وشفت واحدة من الأخوات حاطة عن عناية ما بعد الليزر، تقول لا تستخدمون الكريمات الطبية المعروفة لأنها كيماويات تدخل في الدم وتضر لكم الكلى أو الكبد أو شيء كان مكتوب. أنا أوتوماتيكيا يعني قلت ما شو هذا الكلام، وهي تعطيهم وصفة ثانية في البيت، روحكم خلطوا سووا شيء واستخدموا، ممكن تكون وصفة زينة، ممكن أنا ما أعرف الوصفة هذه شوف يعني شو فائدتها أو شو مضارها، لكن الحمد لله ما قالت لهم مثلا معطيكم منتج من عندي يعني دبة شي فيها كريم وعليها أي ستيكر أي كلام وتبيع عليهم، لكن أصير أتهم منتج طبي معروف وعليه دراسات إنه هو آمن إنه ما ينفع ومفروض ما نستخدمه وممنوع نستخدمه بعد الليزر لأنه يدخل في الدم، شو هذا الكلام؟ اللي زعل لما نشوف مثل هذه الأشياء إنه أشوف هذا الموضوع بسيط، الليزر في أحيانا ناس تتكلم عن مواضيع أكبر عن شيء، لما يدخل مثلا موضوع فحص السرطان الثدي، موضوع تطعيمات الأطفال، لما يقول لك والله لا التطعيم مو لازم ياخذ الطفل، التطعيم يسبب توحد، لا تعطوا عيالكم تطعيم، تطعيم ما منه فايدة. وللأسف اللي يزعل إن في ناس تؤيد هذا الكلام، يعني اللي يحط هذا البوست أو يحط هذا الشيء في وسائل التواصل هو مسؤول عنه، يعني هو حط كشخص. الكارثة تستوي لما تلاقي مئات الناس يؤيدونه في هالكلام، هي والله صح مو بزين التطعيم للأطفال صدق يسبب توحد، هذا الشخص ليس له خلفية طبية، مو بدكتور، ما تعرفون منه هذا اللي حط البوست، شو هدفه من هذا البوست، ممكن هذا اللي حط هذا البوست جاهل، ممكن يكون طفل مراهق عمره 10 سنوات حصل البوست في مكان راح حطاه وانتم من وراه، هي والله صدق ما في. على عدد الردود اللي نشوفه احيانا خصوصا مثل هالبوستات تحضون توصل ممكن 1000 رد أو 2000 رد، ما في حد شكك وقال لا هالكلام غير صحيح، هل أنت طبيب؟ ما في حد قال. يا جماعة إحنا بقى هذا نوع من الوعي يكون موجود، الوعي إن نحن ما ناخذ المعلومة كمسلمات، ما ناخذها كمسلمات، لما يكون من غير الطبيب إنه في بوست في وسائل التواصل والله لا والله أنا سمعت، يعني تشوفون كمية الأسئلة اللي توصلني في حساباتي في وسائل التواصل، دكتورة أنا سمعت إن دواء معين خافض الحرارة لازم ما نستخدمه أبدا، ليش؟ والله ممكن يسوي فشل، ممكن يسوي سرطان، لا تستخدمين تقول مفروض ما أستخدمه لطفلتي اللي فيها حرارة، واحدة قالت لي تستخدمين يسوي سرطان. أوكي على خلينا أنا ردي بالمنطق دائما، كلموني بالمنطق أنا أرد بالمنطق، على فرض أن كل أنا أقول لهم كل دواء لا أثار جانبية، كل دواء ما في دواء سليم، يعني يمكن لعد له سرطان من الآثار الجانبية لا النادرة، كم بالمية أو كم بالألف ياهم سرطان وراء هذا، خلينا نقول 1 في 5000 مثلا يالا سرطان من وراء هذا الدواء، لكن الطفلة فيها حرارة توصل لـ40، أنا ما بعطيها وعرضها للشنجات الحرارية وعرضها للخطر إنه يصير عندها تلف في الدماغ بسبب الحرارة العالية عشان والله ما يصيبها سرطان 1 في 5000، هذه عينة بسيطة من إحنا نشوفها وسائل التواصل. فيا جماعة يا جماعة ما في عذر إن أنا آخذ المعلومات من غير مصدرها وأقول والله قالوا لي، أوكي منو هذا اللي قالك؟ خذها من عند الطبيب وحمل الطبيب المسؤولية، أنا كطبيب أقول لك اسأل طبيب، بعدين لو طلع المعلومة غلط حمل طبيبك المسؤولية يقول له أنت قلت المعلومة الخاطئة، لكن في وسائل التواصل تحمل من المسؤولية، لو انظرت أنت أو عيالك أو أهلك تحمل من المسؤولية، تقول لك والله أنا قريت فلانة قالت لي، فلانة بدوكر ما لي خص. فنبا يكون في وعي. إحنا وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم، برنامج صحة وسعادة، إن شاء الله كنا خفاف عليكم
على مدى هذه الساعة الإذاعية على الهواء، حاولنا نناقش فيها مواضيع مختلفة، مو كلها صحية، يعني شوي عن الصحة، شوي عن الإيجابية، شوي عن الوعي، شوي عن وسائل التواصل، يعني تحسون موضوع البرنامج شوية فيه ديناميكية، ما يكون ما تحسونه بس عبارة عن صحة، وكتار كله مرتبط ببعضه، كل شيء مرتبط ببعضه، الطاقة الإيجابية بوسائل التواصل هذا كله مرتبط ببعضه. فشكرا لك يا أيمن سرحين، شكرا لك يا نجاة، كنتوا معي اليوم على مدى ساعة على الهواء معي، وشكرا لمستمعينا، إلى أن ألقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. أنا إن شاء الله باكر زميلتي بتكون موجودة، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.